السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة وطيبين يا رب وراضين، وكل حاجة حلوة في الدنيا تكون من نصيبكم إن شاء الله. لأحلى مشاهدين مشاهدين قناة تن، ومشاهدين ومتابعين برنامج بيتك ومطبخك، وغادة مصطفى معاكم النهاردة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفات حلوة برضو خفيفة ومناسبة للصيف، ومش هوقفك كتير في المطبخ، حاجة بسيطة وأكلات في منتهى الجمال. أول أكلة معانا تفاصيلها كتير لكن طعمها يستحق إن إحنا نقف ونتعب ونعمل الأكلة دي، تمام؟ أول حاجة معانا رز كابلي باللحمة وبالجزر، هنشوف بيتعمل إزاي. دي أكلة إيرانية اتشهرت أو إحنا عرفناها هنا في مصر من الإخوة السعوديين والخليج لما بينزلوا مصر، والناس اللي عايشين منهم في مصر هم اللي دخلوا لنا الأكلة دي، انتشرت جدا زي الكبسة والبرياني وكل الحاجات دي. دلوقتي هنقول المقادير بتاعت رز كابلي باللحمة والجزر. معانا أول حاجة كيلو ونص لحمة قطع، 3 كوبايات رز بسمتي مغسول ومنقوع ساعة ومتصفي، بصلة كبيرة جوانح، جزرتين كبار مبشورين، معلقة صلصة، معلقة زنجبيل بودرة، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، عود قرفة خشب، ورقتين لورا، معلقتين سكر، معلقتين ملح، ربع كوباية زيت، مية مغلية، ومعلقة سمنة. تمام؟ احنا اول حاجة هنبدأ هوريكم التفاصيل، لان انا هنا معايا كيلو لحمة انا مجهزاه سبق التجهيز، هنجهز عليه الرز على طول، ومعايا لحمة نية هنبدأ نشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجة ادي كده الحلة بتاعتنا على النار، نعلي عليها عشان تسخن كويس. انا جيت اولع عطفي طفيت، تمام. هنا كده هنحط الزيت على النار، هنحط ربع كوباية الزيت او تلت كوباية زيت كمان، بس مش هنستخدمها كلها مرة واحدة، يعني احنا هنحط منها جزء في تجهيز اللحمة. هاخد بقى معلقة، معايا البصل، الجوانح، انا هنا معايا بصلة كبيرة متقطعة جوانح رفيع او حلقات، ونقسمها بالنص بس لما الحلة تسخن كويس. طبعا احنا بعد ما هنعمل كده، يعني بعد ما هنشوح البصل هنديله لون. انا عايزة برضو اديكم فكرة احنا هنعمل ايه بالظبط. انا هدي البصل لون، هخليه ياخد لون ذهبي، وبعد كده هنزل عليه اللحمة بالتوابل والصلصة واشوحهم، وابدأ احط عليها مية واسيبها تغلي وتستوي اكني بسلقها، بس مديها طعم بالبصل بقى والتوابل والحاجات دي. هتوصل لنا الطريقه والنتيجه النهائيه بعد ما اللحمه تستوي 100%، هتوصل لنا النتيجه دي اهي. انا عايزه حضرتك كده اهو تشوفها لنا. ادي المرقه اللي هتتكون لنا بعد ما نكون عملنا الشوربه بتاعتها او التسويه بتاعتها، الناتج هيبقى كده، تمام؟ طبعا التشويحه بتاعت اللحمه مش هتنزل لنا اي زفره فيها، لان احنا بنشوحها بنديها تحميره، بنقفل كل المسام وبنمنع اي زفره تنزل منها خالص. هتبقى الشوربه رايقه كده. انا هنا الشوربه هعمل فيها ايه؟ هنا كده، ومعايا الحله الثانيه اللي هعمل فيها الرز. هبدا هنا سخن الزيت، هنزل عليه البصل كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، البصلة اهي، البصلة كده. احنا هنسيبها بقى البصلة دي كده تتشوح لحد لما تاخد لون ذهبي، هتوصل للدرجة دي. شايفين اللون ده؟ لان احنا بناخد منها جزء، احنا بناخد منها جزء بعد ما بتبقى ذهبي كده، باخد منها جزء كده تقريبا، باخد التلت بتاعها يعني تلت البصلاية بعد ما يجهز، اروح واخده في طبق جانبي عشان هنشوف هنعمل بيه ايه. هنا بقى الحلة التانية اللي أنا هجهز فيها، هنا هنا طبعا ممكن ناخد سمنة وزيت، ممكن ناخد زيت بس كده. هنا طبعا كان مفروض نحط معلقة سمنة، تمام، بس احنا هنعملها النهاردة بالزيت كلها تبقى أخف كمان. اللي هي طبعا يحب يحط مع معلقتين زيت أو معلقة كبيرة زيت يحط معلقة كبيرة سمنة، هتبقى حلوة جدا. طبعا نراعي ان الشوربه بتاعتنا فيها الزيت بتاع تحمير البصل عشان ما نزودش ماده دهنيه ونلاقيه دسم جدا. هنا برضو كده هيسخن معانا، هبدا هنا بقى معايا رز البسمتي، انا غسلاه ونقعاه، نقعت الرز ده ساعه في ميه سخنه
منقوع ساعه، بعد كده نصفيه هيبقى بالشكل ده. تمام كده، بعد ما الزيت يخلص على طول يسخن هبدا انزل فيه ادي الرز كده. الو الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا غاده، مدام احلام معاكي. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا حاجه احلام؟ ازيك يا حبيبتي، ازيك يا غاده جميله. الحمد لله. ازيك يا حبيبتي وازاي الاسره كلها؟ الحمد لله كويسين، بيسلموا على حضرتك. مليون مبروك لبنوتك حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، متشكره جدا. يا رب فيهم كده يا غاده، يا رب يا حبيبتي. الله يخليك يا فندم، متشكره جدا. يا حبيبتي يا رب، ربنا يخلي حضرتك، متشكره جدا جدا. يخليك يا حبيبتي، حاولت اخليك يا غدا كذا مره والله العظيم، حاولت اكيد خالص عارفه يعني. بيبقى في ضغط على التليفونات، انا متاكده. أيوة والله. ايوه بالظبط، كان ضغط جامد على التليفونات. ربنا يخليك يا فندم، حبيبه قلبي. الله يبارك في حضرتك، وادي كرات الشيف، ايه الحاجات الحلوه، تسلم ايدين اللي عملت الكرات. ربنا يخليكي، ده والله هنا يعني الناس تعبوا جدا جدا عبال ما الحاجات الحلوه دي ظهرت. قناه سن يعني، قناه محترمه والعاملين فيها بجد يعني. شكرا قناة جدا، محترمه جدا. ربنا يخليكي يا فندم. الله يخليكي يا غادة، الله يخليكي. ربنا يخليكي وميرسي جدا لذوق حضرتك وكلامك الرقيق ده، على عيننا على دماغنا. يا حبيبتي بس غصب عني حقيقي بجد والله. ميرسي جدا يعني لحضرتك وتعبك وتليفونك. تسلم ايديك على قناتك يا غادة الحلوه دي قوي يعني. ونتمنى نسمع صوت حضرتك على طول يا مدام احلام. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله، وعنديت المعجزات الحلوه بتاعتك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، وبقى تقول لنا رايك ايه في الاكله بتاعت النهارده، ان شاء الله تعمليها كده وتعجبك باذن الله، وتكلمينا تاني تقول لنا رايك ايه في الاكله لما تجربيها. شكرا لحضرتك يا حاجه احلام. هنا انا نزلت معلقه الزيت، ممكن نحط سمنه وزيت مع بعض او معلقه كبيره زيت. هنا نلاحظ طبعا ان احنا بقيه الماده الدهنيه معانا في الشوربه. انا هنا هحط الملح التمليح بتاع الرز، تمليح خفيف لان الشوربه هنا برده عليها ملح، فلازم ابقى حذره في الملح. هنا كده معلقه صغنونه كده بس. هتبل الرز بالملح ونبدا اول ما يسخن كده هو معانا على طول. هنا هبدا اضيف له المرقه دي مغليه، المرقه دي بتاعه اللحمه دي، الخلاصه بتاعه اللحمه دي، الشوربه دي انا غلياها على طول قبل الهواء عشان تبقى سخنه، تنزل على الرز ما يعجنش مننا. زي ما قلنا الرز لازم ينزل في المرقه او الميه تكون مغليه عليه. هنحط بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي فيها كل الخلاصه بتاعه اللحمه وكل التوابل، فاحنا مش محتاجين نحط لها اي حاجه كده بالشكل ده. هبدا، شايفين ادي البصله اهي بادئه اهي تدبل وتاخد لون حلو معانا. هنسيبها بس ههدي النار عليها شويه عشان تاخد راحتها كده وتدينا لون حلو. الو، صباح الخير يا ايمان. صباح الفل يا جميل. يا اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا ايمان؟ احلى صباح لما بنفتح التلفزيون ونلاقي حضرتك موجوده. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ايمان. والله بجد يا شيف غاده بجد منوره بيوتنا والله. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي يا رب. ربنا يقويكي عليكي علينا ووقفتك معانا والله وتعبك معانا والله. ربنا يخليكي يا ايمان. اللي عندك ربنا يخليه يا رب ويبارك فيك. ربنا يخليكي، متشكرين جدا يا ايمان، كتر خيرك. حبيبه قلبي انا عايزه من ايدك الشكلمه، عندي كميه جوز هند وعايزه اعملها للشكلمه الله يرضى عنك. حاضر، عينيا الاثنين. وبصبح على اسره البرنامج واصدقاء البرنامج اللي بيتصلوا عليكي حبيبه قلبي. هنعمل باذن الله، هنعمل شكلمه وهنعمل يوم اصلا للحلويات كامله علشان يبقى يوم نعمل فيه الحلويات ست البيت المصريه البسيطه، او اي ست معانا بتتفرج عربيه مصريه تعمل معانا الحلويات اللي بننفذها بمنتهى السهوله والبساطه ان شاء الله. هنا كده البصله خدت لون حلو ودبلت، انا هبدا اطلع هنا هاخد جزء منها كده اهو، هبدا اخده اهو كده بالظبط، بناخد جزء من البصله الدبلانه كده وابدا انزل اللحمه اللي عندي اهو. نفترض ان ده كيلو، نص كيلو، ده اللي هي الحته النسخه اللي انا هعملها، لان انا عامله طبعا سلقه لحمه مسوياها. ادي اللحمه كده بتاعتنا هننزلها على طول اهو كده، وابدا بقى اشوح في اللحمه
عشان اسد مسامها خالص. وطبعا انا معايا ميه بتغلي على النار، هحط معاها عود قرفه، هحط ورقتين ثلاثه لورا كده بالشكل ده. طبعا هنا كده تشويح مستمر علشان اللحمه تغير لونها. طبعا بقى هتبل بادي الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره فلفل اسود، كمون نص معلقه صغيره كمون. خلي بالنا الكمون لو كتير بيمرر في الاكل، فاحنا بنحط منه، بنحذر واحنا بنحط كمون. هنا كده الو الو الو، صباح الخير. صباح الخير يا غاده، ازيك؟ صباح الخير يا ام اسلام. معلش يا غاده تعبانه شويه والله. الف الف مليون سلامه عليك. الله يسلمك يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله انا بخير، الحمد لله. طول ما انت بخير. معلش يا حبيبتي ما عرفتش اكلمك امبارح خالص. يا حبيبتي طول ما انت بخير انا بخير. الله يبارك لك يا حبيبتي، تسلم ايدك على كل اللي انت بتعمليه. الله يسلمك يا ام اسلام، ربنا يسلمك يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، بس ايه القمر اللي قدامي ده؟ ربنا يخليكي تسلمي. والله زي القمر، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. تسلمي يا ام اسلام، ربنا يعزك يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. معلش عايزه بس اقدم تهنئه بعد اذنك. اتفضلي. عايزه اقول لام جوزيف الف مبروك بوصول حفيدتها النهارده، واقول لها مبروك وربنا يخليها لكم يا رب، حفيدتها مريم بنت ابنها مينا، واقول لها الف مليون مبروك يا رب. الله يبارك فيكي، واحنا كمان بنقول لام جوزيف دي من الناس العزاز علينا جدا هنا في البرنامج صديقتنا، بنقول لها الف الف مليون مبروك. ليك يا حبيبتي، متشكرة ليكي قوي. وحمد لله على السلامة بوصول حفيدتها بالسلامة. شكرا ليكي ولتليفونك يا أم إسلام، ومبروك لأم جوزيف. هنا بقى إحنا دلوقتي شوحت اللحمة، نزلت عليها نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة كمون، ونزلت فصين التوم المهروسين ناعم، نزلت نص معلقة زنجبيل بودرة أو قطعة فريش صغيرة، نزلتهم وقعدت ايه طبعا اقلب واشوح طبعا، وحاطين القرفه، وحطيت معلقه شاي سكر للكميه دي، لكن الكميه الكيلو ونص هنحط معلقه كبيره سكر تتشوح مع اللحمه. السكر هنا اولا هيتكرمل، هيديني لون حلو للحمه، وكمان هيديني سوى حلو معاها. هنا بقى بعد ما تتشوح كويس جدا كده هبدا انزل عليها ميه مغليه، هنغطي عليها بقى ونسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها على نار هاديه علشان اللحمه تستوي كويس. الو غاده. الو صباح الخير يا مدام روحي. ازيك يا مدام غاده؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بتوحشيني يا غاده، امبارح ما كنت، كانت اعاده اتضايقت. ربنا يخليكي، معلش انا كان عندي برد شويه وكنت تعبانه حبه، معلش يا مدام روحي احنا اسفين جدا. لا الف الف سلامه ليكي، بس كانت حلقه حلوه بتاعت البطاطس. الله يخليكي، ما احنا امبارح نقينا بقى حلقه كده كان ايه يعني الناس طلبوها على الصفحه وكده، فاحنا عدناها امبارح. معلش يا مدام روحي. تسلم ايدك يا غاده، ربنا يبارك لك. الله يسلم حضرتك. الله يسلم حضرتك. بقول برده لام جوزيف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. دي حبيبتنا كلنا بصراحه. طبعا يعني. طبعا والله. ربنا يبارك فيها ويخليها يا رب، يعني هي بركت لي برضه في نجاح واحفادي وما بتنساش حد ابدا يا غاده ابدا. هي ربنا يبارك فيها، هي من الناس العزاز جدا عليا، يعني عايزه اقول لك ست مجامله جدا جدا، ربنا يبارك لها يا رب. ربنا يبارك لها وما تغيبيش علينا يا غاده، انا خلاص اتعودت ان اشوفك. يا ستي ده انا والله يزيدني شرف ان حضرتك بتتفرجي عليا. ربنا يخليك. لا ده انا كل يوم لازم اتفرج عليك يا غاده. يا سلام، ده انا بحبك قد ايه يا غاده. يزيدني شرف والله يا مدام روحيه، كتر الف خير. ربنا يبارك لك ويبارك في ولادك. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. انا دلوقتي كده حطيت الرز اهو على النار، احنا شايفينه، عايزه اوريه لكم تاني. الرز اهو بيتشرب، اول ما يبدا في المرحله دي هبدا بقى اهديله النار شويه، تمام؟ اهو بالشكل ده هنهدي النار. بعد ما نهدي عليه النار خالص هنبدا نغطيه، وابدا اروح ايه اسيبه بقى على نار هاديه، لما احس ان الميه اختفت اهدي النار، احط له بقى الشياطه اللي في البيت عندنا. انا هنا بعمله على اقل درجه عشان يستوي على مهله خالص، بيقعد حوالي ربع ساعه بيكون استوى تمام. الرز البسمتي ده عشان بيشرب ميه اكتر فبيقعد وقت اطول غير الرز المصري بتاعنا. طيب احنا هنعمل ايه؟ انا هنا هبعد دي كده شويه عن النار، هبدا احط هنا طاسه على النار، هنا طاسه بتسخن على النار،
عشان نعمل الخلطة اللي هننزلها مع الرز لما يستوي. ايه هي بقى دلوقتي؟ معانا الخلطة بتاعة الجزر، مش هنعملها، انا سايباها بقى، هسيب الطاسة تسخن على النار. هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل ان شاء الله علشان نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. خلصت الثواني ورجعنا مع بعض تاني. قبل الفاصل حطينا الرز على النار وسايبينه يتشرب ومهدين عليه خالص، برضو ممكن نشوفه كده حضرتك اهو. اوامر يا ريس اهو، لازم يوري كل حاجة بتحصل لحضراتكم بالخطوة اهي. تمام، اتشرب كده خالص معانا الرز. انا هبدأ اعمل ايه؟ ههدي عليه خالص على اخف حاجة او نحط تحتيه الشياط ونكتم بقى البخار ده، مش هنفتح عليه لما يستوي. تمام، انا هنا معايا الطاسه اللي قلت لحضراتكم عليها، هي على النار سخنت. هاخد معلقه سمنه اهي، معلقه كده صغنطوطه سمنه، مش هناخد كتير اهو، معلقه سمنه صغنطوطه. انا هنا معايا البشر الجزر، بشر الجزر بشر الجزر معانا اهو، هبدا انزله كده. مش عارفه ايه الجزر دي ولا ايه اللي انا بقوله ده كده هبدأ اشوح فيه كده بالشكل ده. انا عايزه اخلي البصل الجزره تهدى شويه كده وتدبل معايا، يعني القرشه بتاعتها كده تروح. تمام كده، هنشوف كده. هنا بقى مفروض ننزل معلقة سكر، بس هي طبعا هنا ايه اتشال من قدامي السكر في ثانية. انتوا عارفين طبعا في الفاصل بتبقى خلية نحل كله، الكرو كله بيشيلوا الحاجات اللي ما يشوفوها ان ملهاش لازمة يشيلوها. هنا في المرحلة دي بنزل معلقة سكر تكرمل مع الجزر. نعم هنا كده اهدي بقى النار، هديت شويه على الجزر لما يدبل شويه معايا، مش عايزاه طبعا ياخد لون، انا عايزاه يدبل بس كده. هبدا هنا معايا الزبيب، معايا كوبايه زبيب كنت نقعاها في نص كوبايه ميه سخنه، هنا نص كوبايه ميه سخنه. الزبيب شرب الميه السخنه لان انا كنت نقعها من نص ساعه، الزبيب شربها. لو لسه اتبقى ميه خلاص بصفي الميه البسيطه اللي فيه وببدا اشتغل في الزبيب. طبعا هنا هنحط دلوقتي، هنجيب معلقه سكر ونحطها حالا هنا اهوت على الجزر كده. كده اهو، هدي بقى للجزره دي، هديها رشه صغيره كده اهو، رشه صغيره فلفل اسود هنا كده. البصل اللي احنا كنا دبلناه وبقى لونه ذهبي من اللحمه وخدنا جزء منه، هاخد منه كده معلقه جزر، معلقه بصل. مش عارفه البصل النهارده والجزر داخلين معايا مع بعض ليه كده. كده اهو هنبدا بقى عشان الطعم الحلو، طبعا هنبدأ نحط شوية مية، بس أنا هنا هرفعه على النار عبال ما أجيب السكر. هطلع بقى فاصل صغير، هنا هحط شوية سكر صغنطتين وأسيبهم يتكرملوا بسيط عبال ما الرز بتاعنا يتشرب. هنطلع بقى فاصل صغير ونرجع تاني أجيب السكر ونشوف الوصفة اللي بعد كده معانا. ثواني وراجعة لكم تاني، انتظروني. ورجعنا مع بعض تاني. انا في الفاصل حطيت ادي السكر اهو، حطيت معلقه سكر هنا احنا شايفينها اهي، عايزه اوريها لحضراتكم اتكرملت اهي، حضرتك شايفها الكراميلا بتاعتها اهي اهي. ممكن نحط عليها كمان سنه سكر كده اهي برضو.
خدت لون الكراميل الجولد الذهبي، تمام؟ اهي ما بحركهاش خالص، اسيبها كده لما تدوب بس، هنا نقلبها عشان الكراميل اللي تحتيها اهي، بس كده كراميلة ذهبي خفيفة جدا معانا. هبدأ بقى اقلب عليها ادي الجزر بالزبيب كده اهو بس، واحط عليها شوية مية علشان الكراميلة دي تدوب تحت كده اهو بس اهو. وادي اللحمة معانا شغالة زي الفل اهي، اللحمة معانا شغالة، والرز يعني ايه خلاص الرز اهو برضو شغال اهو، تمام. هنا كده هسيب ده كده على النار، وادي هرفع بقى الجزر ده كده من على النار علشان ما يقعدش يتكرمل زيادة، هو كده خلاص شرب شوية المية الصغيرين اللي انا حطيته. هنعمل بقى وصفة الحلو معانا دلوقتي، معانا شارلوت مانجا. هنبدأ لشارلوت المانجا محتاجين المقادير، معانا مانجا فريش، اتنين باكت كريم شانتيه اللي هو الجاهز، او كوباية كريم شانتيه خام، وطبعا يتحط معاها سكر بودرة حسب الرغبة، عصير مانجا مركز يكون ساقع، او جيلي مانجا، يعني لو ما فيش عصير مانجا ممكن يكون جيلي مانجا، بسكوت سادة اللي هو بسكوت الشاي السادة، وعنب للتزيين او اي فاكهة موجودة عندنا للتزيين، ممكن مانجا فريش بس للتزيين. اول حاجة هجيب هنا كده ادي، احنا محتاجين طبعا للوصفه دي هنا ادي الكريم شانتيه اللي معايا الجاهز، هنا معايا عصير المانجا المثلج كده، طبعا الباكت بيبقى مكتوب عليه المكونات بتاعته يعني يتضرب في قد ايه سائل كده، هبدا اضرب على طول معايا هنا مانجا فريش كده قطع، هاخد منها كده شويه صغيرين اضربهم مع الكريم شانتيه، بيدوني تاثير جميل جدا. كده معانا كده كريم شانتيه ضربناه بالمانجا الفريش كده القطع، وطبعا وشويه عصير مركز، طبعا هنضرب بالميه الساقعه او باللبن، ما بنزودش سكر على الباكيتات الجاهزه. هنا معايا كيس حلواني وفيه البلبله، البلبله الورده العاديه، كيس حلواني بيتباع جاهز. هنبدا هنا كده اخده، اخد كل الكريم شانتيه اللي اتضرب ده معايا كده بالشكل ده، وهبدا اضيفه معايا في الكيس بتاع الحلواني. طبعا ممكن نضرب الكريم شانتيه الخام زي ما قلنا، وممكن نضرب الكريمه الفريش اللي بتتباع بتاعه الحلويات، بس طبعا ما نبالغش قوي في الضرب علشان ما تفصلش مننا كده اهو. اهو عملنا كده، سيبه على جنب. طبعا ادي النسخه معايا اهي، بيبقى حاجه جميله جدا جدا لما بنحطها في الثلاجه وبتتساب تسقع، بتدي طعم في منتهى الجمال كده. هاخد هنا كده بالظبط كده، انا هاخد هنا شويه عصير مانجا، هبدا اعمل ايه عندي هنا كاسات. انا هنا عملت ايه، انا هنا
عملت في قارب على بعضه، ممكن في طبق طبق حلو على بعضه. انا هنا دلوقتي هعمل في كاسات، هعمل ايه؟ هجيب البسكوت اللي هو البسكوت الشاي العادي الساده، هبله هبله كده في العصير بس كده من الجنبين. طبعا ممكن نستخدم اي نوع بسكوت عندنا، ممكن بسكوت بالشوكولاته، ممكن بسكوت زي دي على حسب الرغبه. وكمان معايا بسكوت نوع تاني برضو، ندور كده جميل جدا. هبدا اعمل طبقات من البسكوت بالعصير. طبعا العصير ده ممكن نحط مكانه جيلي، جيلي المانجا كمان بيدينا طعم في منتهى الجمال. واحط كده شويه عصير في الارضيه عشان تطري لي برضو البسكوت اهو بالشكل كده زي ما احنا شايفين. هبدا اخد هنا كمان كده. طبعا البسكوت ده بيتشرب بسرعه جدا العصير وبيدينا طعم حلو قوي كده. هنا كده هنبدا نحط كده اهو، اوقف بقى كده اهو، برضو اوقفها كده في الجناب اهو. طيب بعد ما عملنا كده هعمل ايه؟ هاخد اهو، هاخد شويه كده اهو كده بس. هبدا انزل كمان البسكوت بالعصير هنا كده. طبعا بشكل غير منتظم خالص بتدينا طعم جميل جدا كده كده اهو. طبعا احنا عارفين الصيف بيجي المانجا بجمالها بتطلع معاه بتبقى في منتهى الجمال. طبعا لو اتعمل في قارب كده كبير عائلي كده كبير برضو بيبقى طعمه حلو جدا جدا اهو نفس الشكل ده. وببدا انزل عليه كمان مانجا فريش بالشكل ده كده اهو اهو. اخر طبقه بنخليها طبقه من الكريمه اللي احنا عملناها اهو بس كده. وطبعا المانجا دي او الطبق اللي معانا ده الحلو ده لازم يقعد في التلاجة مش اقل من ساعتين ثلاثة علشان يدينا الطعم الحلو بتاعه. هنا بقى معايا عنب اهو، احط كده عنب، اي فاكهة عندي بقى، عندي مثلا عندي فراولة ممكن احط فراولة، ممكن احط موز شرايح موز، ممكن احط كيوي، اي حاجة بتليق مع المانجا ممكن نحطها مفيش اي مشكلة خالص كده. هادي بس تدينا شكل وطعم في منتهى الجمال. ده كده طبق الحلو معانا شارلوت المانجا. عايزة بس امسح كده بس كده. هطلع بقى فاصل صغير دلوقتي عشان نشوف الرز بتاعنا ونرجع تاني. ادي كده اهو الاستعراض بتاع الفاكهه بتاعتنا. هنا طبعا معايا شريحه كده من المانجا، عايزه اوريها لحضرتك هنا كده، هنحطها على جنب كده هتدينا شكل جميل. اتفضل. هنطلع دلوقتي فاصل، نرجع بعد الفاصل ان شاء الله نشوف بقيه الاطباق. انا في الفاصل هغرف الرز واحط عليه اللحمه والخلطه بتاعه الجزر اللي احنا عملناها دي بتبقى على الوش، عايزين نقلب منها في الرز بنقلب، عايزين نغرفها على الوش بنغرفها، ده متروك لحضراتكم. هطلع فاصل صغير وارجع تاني ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. ثواني ورجعنا مع بعض تاني. اول حاجه طبعا بنغرف الرز بتاعنا، بنحط في الفورمه اللي هنغرف فيها بنحط الاول الجزر بالزبيب زي ما عملناه بالظبط،
تتبيله للجزر والزبيب ومعاهم معلقه السكر لما خد بقى لونها كراميل، نزلت عليه على طول بشويه ميه علشان الجزر يشرب من طعم الكراميل. بعد كده بنرفعه من على النار، لما الرز بيستوي بنغرفه بالشكل ده، وطبعا اللحمه بتتقدم عليه. عايزين نحط نرجع اللحمه تاني في اخر تسويه للرز، تاخد السخونيه بتاعه الرز، مفيش اي مشاكل. بس هي هنا عندي كنت غاليها في الشوربه وسخنه. وطبعا بقى بنجمل باي حاجه خضراء عندنا كده عشان نكسر اللون الاحمر او اللون بتاع العنب الزبيب والجزر كده بالشكل ده، زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بس كده ده كان معانا النهارده رز الكابلي او رز الايراني او الرز السعودي او اللحمه بالرز والجزر، زي ما عايزين نسميها. دي من الاكلات اللي انتشرت جدا في مصر وليها محبين كتير جدا، بناكلها في المطاعم المتخصصه فيها. والطبق زي ما حضراتنا شايفين كده في منتهى الجمال، يا رب تجربوه باذن الله هتتبسطوا جدا، طعمه حلو جدا جدا. عود القرفه اللي اتحط في تسويه اللحمه بيدي نكهه رهيبه جدا جدا وطعم مميز قوي للاكله دي. هنا بقى كان معانا شارلوت المانجا، اكله صيفيه كده حلو خفيف، احنا ممكن شايفين بيتحضر في اقل من 5 دقائق. الكريم شانتيه يتضرب بالعصير المانجا المركز او باللبن المركز، يتضرب كويس جدا، نحط معاه شويه قطع من المانجا الفريش بس تبقى ساقعه جدا علشان ما تحلليش او ما تفكليش الكريم شانتيه. بعد ما يتضربوا نبل البسكوت، اي بسكوت ساده عندنا شاي. كانت واحدة جات لي على الصفحة في صفحة الفيسبوك مع بيتك ومطبخك مع غادة مصطفى، قالت لي عندي بسكوت للعيد كتير جدا مش عارفة اعمل بيه ايه، اعملي بقى بيه الوصفة دي هتلاقيه في منتهى الجمال. تبلي البسكوت بالشربات المانجا او بعصير المانجا المركز وتحطيه في الأرضية وعليه الخلطة اللي احنا عملناها بالكريم شانتيه والمانجا، وبعد كده تدي مانجا فريش، تدي طبقة بسكوت تانية، تدي طبقة كريمة تانية، العبي زي ما انت عايزة، ونحطه في التلاجة يتماسك. نزين بأي فاكهة موجودة عندنا شارلوت المانجا، أكلة خطيرة جدا وتحلية خفيفة تتعمل في منتهى السهولة. آدي كده الطبق الرز باللحمة الكابلي. أتمنى النهاردة الحلقة تكون عجبتكم، أنا كنت معاكم غدا مصطفى، إن شاء الله يتجدد لقائنا مع بعض بإذن الله. أنا مواعيدي من السبت للأربع الساعة 2 الظهر على قناة تن الفضائية، أرجو أن أنتوا تتابعوني، تدخلوا على صفحة بيتك ومطبخك مع غادة مصطفى، هتلاقوا عليها إن شاء الله كل الوصفات دي نازلة بإذن الله. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة. دلوقتي أسيبكم في حفظ الله وأمنه وأقول لكم سلام عليكم.